طيب تمام، احنا امبارح خدنا خدمة الويندوز ديبلويمنت سيرفيس وشفت ازاي اللي انا ممكن اوزع نسخة الويندوز من خلال الشبكة، مش لازم اللي انا الف بفلاشة او الف الدي في دي، وشفت ازاي اللي انا ممكن اضيف انستور ايمج، ممكن اللي انا اضيف بوت ايمج، وقلنا الفرق ما بين البوت ايمج والكابتشر ايمج. بوت ايمج معناه ان انا اعمل داونلود للنسخة، كابتشر ايمج لازم اعمل ابلود للنسخة. طيب وعشان اعمل ابلود للنسخه لازم اكون عامل اساس بريب على الجهاز اللي انا ايه اللي انا اسحب منه، وشفت ازاي ان انا ممكن اخلي الاجهزه تنزل هنا في البندنج، لو انا طبعا لازم اعمل ابروف، والمالتي كاست ترانزميشن معناه ان انا ممكن اخدم على اكتر من جهاز بيسحب مني النسخه في وقت واحد. طيب ايه الجديد بقى النهارده؟ دلوقتي امبارح لما احنا كنا بنعمل الانستول ايمج، تمام، تعالوا كده نفتح ماشين جديده واقول لكم انا قصدي ايه. لو انا عملت كرييت نيو ماشين نيكست، ماشين عاديه خالص، وهروح على هوست اونلي، شيل الدي في ده خالص، شيل كل اللي ملوش لازمه، وتعالى نزود الميموري شويه، خليها مثلا وليكن 400، تمام، ونقول له بار. لا نقول له ايه فاي نتورك. ايه ما انت كنت شغال امبارح، ولا نحوله بايوس؟ مش عارف انا على النسخه دي، ادي سيتنج وادي ادفانسد، ادي ادفانسد، هنخليها بايوس. يلا الفيرموير القديم، شوف يسحب من دي اتش سي دي، كان بعد ما يعمل بوت من البوت دوت ويم كان في مجموعه من الاسئله بيسالها لي، طبعا ان انا بعمل اكسبت لللايسنس، وابدا ان انا احدد له اليوزر نيم والباسورد، وابدا ان انا انستول ايمج. طيب عد معايا بقى الأسئلة اللي احنا ممكن نشوفها دي،
اول حاجه انت مضطر انك تعمل نيكست على اللايسنس. نيكست على اللغه طبعا اللغه انجلش نيكست، وتحدد اليوزر اسلام باك سلاش. ها كان يوزر اسمه ايه امبارح؟ اي تي او ادمنستريتور وخلاص. ادمنستريتور المفروض يودينا على مين؟ على الايمج جروب اللي موجود عندي. ها دي الايمج الموجوده عندي، هعمل نيكست ويبدا ايه؟ ويبدا يكمل. طيب انا مش عايز اقعد اعمل الكلام ده، انا عايز الكلام ده يبقى اوتوماتيك، انا ادي له باور واسيبه وهو يبوت ويعمل كل حاجه من نفسه، استلمه على الكوبي مباشر. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا رايحين كده نكريت انسر فايل. انسر فايل معناه ازاي اللي انا استخدم الاداه اللي اسمها ويندوز سيستم ايمج مانجر علشان اكريت انسر فايل لكل اجابات الويندوز، تقسيم الهاردات بالايمج بكل حاجه. علشان نعمل الكلام ده في اداتين لازم يكونوا موجودين عندك على الويندوز سيرفر، تمام؟ وخليكم معايا بقى عشان ابعت لكم اللينكات بتاعتهم من احجامهم كبيره شويه. في اداه اسمها الاي دي كي ويندوز 10، خلينا اجيب لكم احدث رابط منها. اوتوميتد ديبلويمنت كيت ويندوز ويندوز 10. ادي الاي دي كي ماشي، هتعمل لها داونلود ماشي. اول ما تضغط على النافذه دي هيطلع لك الاي دي كي سيت اب، تمام؟ تقوم قايل له ستارت داونلود. طب في السيت اب بقى هتعمل ايه؟ هتقوم عامل دبل كليك علشان يفضل متخزن عندك، ما تختارش الاختيار الاولاني، هتختار ده اهو داونلود ذا ويندوز اسيسمنت اند ديبلويمنت كيت. خلاص يبقى انت علشان تحتفظ بيه زي ما انا عامله كده كسورس على جنب لازم تختار ده وتحدد هينزله فين، تمام؟ ادي اول واحد معانا وهبعت لك اللينك بتاعه حالا. كنترول سي تنزل تختار ايه؟ داونلود ويندوز اي دي كي، تمام؟ نبعته حتى هنا سريعا ماشي. التاني اسمه ايه بقى؟ ADK WinBE download. Windows 10. ها ويندوز ADK برضو. كان في ويندوز BE اهو. هو ده. ماشي؟ هتعمل داونلود برضو بنفس الطريقة. خلاص؟ هتختار اللي هو ايه؟ الويندوز ADK. أظهر ADK داونلود. ها؟ احنا عايزين هو مين؟ ويندوز بي اي اهو اهو هو ده، تمام؟ هتختار اللي هو ويندوز بي اي ادون ده في نفس الصفحه بتاعت الايه؟ بتاعت الاي دي كي. فانت هتداون ده وتداون ده ويبقوا موجودين عندك كسورس. خلاص انا مدونهم لان هم احجامهم كبيره. طيب ازاي اربطهم على الماشين عشان اسطبهم جوه هنا؟ كليك يمين سيتنج وميل اوبشن وميل شير ذا فولدر وميل اولوز انيبل وميل مان. ها عايز اربط الملفات اللي على الديسك توب عندي هنا على الماشين، هو ميل اب وليكن هربط الديسك توب. حلو قوي، هنفتح قائمه ستارت. ادي شير ذا فولدر، ادي الديسكتوب، كل حاجه على الديسكتوب اهي. انا هسطب ده الاول وبعدين ده، هفتح الاي دي كي ويندوز 10 واميله اي دي كي سيت اب. ده فيه الادوات اللي هتساعدك انك تعمل ايه؟ تعمل الديبلوي نيكست. انا مش محتاج كل دول، شيل كل الادوات دي
ما عدا دي بس الديبلويمنت تولز. بص كده، هينزل لي من ضمن الحاجات اللي بينزلها ويند سيستم ايمج مانجر، هو ده اللي بيعمل لي الانسر فايل. فانا مش محتاج كل الباكجات دي، ده حجمها كبير على الفاضي، انا محتاج ده بس ضمن ديبلويمنت تول. انا هقول له انستول، ده كده رقم واحد. حلو جدا، هعمل كلوز. في اداه ثانيه لازم اسطبها اسمها الويندوز بي اي تولز، ده حتى هينفعك في التمرين اللي جاي بتاع مايكروسوفت ديبلويمنت بتاع الام دي تي، في تمرين جاي قوي قوي بتاع الام دي تي ان شاء الله، فهنحتاج كده كده الاداتين دول معاك. ده علشان ينزل لي الويندوز بري انستليشن انفايرمنت، انا هقوله انستول. you